يعني قد ايه نسبة التبرعات عم بتكون المرضى مرضى سرطان الأطفال، وقد ايه كل سنة عم بيتم شفاء كم طفل عم بيشفى من مرض السرطان؟ اليوم نحن خير نكون بالمركز عندنا نسبة شفاء، معدل نسبة شفاء هي 80%، بس اليوم الشيء اللي كثير بحب اقوله هو انه كل الصعوبات اللي عم يمرق فيها لبنان والمنطقة كلها ما بتوقف مركز سرطان الأطفال انه يكون مكمل بمهمته، لأن نحن بنقول السرطان ما بينطر بدهم العلاج. نحن بنعرف اليوم قد ايه الظروف صعبه، بس رغم هيدا ضلينا مكملين وعم نعمل الايفنت اليوم، ولوكاز مثل ما قلتي هلا جوا عم ببدع، هو داير الاكشن كله. فبنتمنى يا رب انه يضلوا الناس داعمين لمركز سرطان الاطفال، يضلوا الناس عندهم يعطوا هالامل للاطفال بالحياه مره ثانيه، لحتى ما نخلي المرض يكون رادع انه ما يكملوا حياتهم. احنا اليوم السنتر بحاجة كتير كبيرة للتبرعات، والحمد لله كان لبنانية او كل الداعمين من كافة الجنسيات موجودين معنا جوا وعم يدعمونا، وان شاء الله يا رب بعم السلام بكل العالم ونرجع نقدر نعمل نفس الايفنتات اللي كنا نعملها من قبل بلبنان ومثل ما عم نعمل اليوم بدبي بلبنان مرة تانية. نحن من قلبنا بنشكر كل الفنانين اللي شاركوا معنا اليوم، وحضرتك ذكرتيهم، بنشكر قيادة دولة الإمارات العربية اللي هن على طول داعمين للمركز، وأكيد كل الجسم الإعلامي اللي ولا مرة إلا ما ساعدنا وقدم لنا كل الدعم. شكرا من القلب من كل اللي موجودين هون لكل أطفالنا بلبنان. شكرا، يعني دموعك غالية جدا فعلا، يعني مركز سرطان الأطفال فعلا يستحق الدعم، ونتمنى يعني على أمل ألا يبقى أي طفل بحاجة إلى علاج أو من دون علاج في لبنان وفي كل دول العالم. طبعا تألق عدد كبير من الفنانين هنا على السجادة الحمراء في الخارج ودخلوا إلى القاعة، والآن الاحتفال سار في القاعة داخل مسرح كوكاكولا أرينا في دبي. إذن هذه كانت الأجواء من هنا، عودة لك سمر. شكرا لك.